تعالي يا حبيبتي افطري قبل الشاي ما يبرد. ما عنديش مال. اذا عزيز تعبانه مش عاوز يفطر. هو جرى ايه للبيت النهارده؟ محدش عايز يفطر. ليه هو بابا ما افطرش يا طنط؟ والله يا ناديه مش عارفه باباكي ده جرى له ايه. خايفه ليكون عيان ومخبي. يمكن عنده لخبطه في العين. ربنا معاه. وانت كمان يا حبيبتي لازم تشوفي دكتور. وشك اصفر خالص. مالوش لزوم، انا هطلع استريح النهارده. اما اطلع اشوف عمك عزيز ده رخر جرى له ايه. صباح الخير يا بابا، ايه اللي جابك بدري النهارده؟ صفيه فين؟ مش عارفه، يمكن في اوضتها فوق. يا بابا يمكن خرج. خرجت راحت فين؟ انا كنت في اوضتي اسال دادا حليمه، ولا يمكن طلعت فوق. احمد، ايه اللي جابك بدري النهارده؟ مش متوقع انها اجي دلوقتي. عزيز فين؟ نايم في اوضته. وانت هنا بتعمل ايه؟ زي ما انت شايف. مفيش خدامين في البيت يطبقوا المكوى؟ انت عارف انا طول عمري ما بعتمدش عليهم. مالك يا احمد؟ جرالك ايه من امبارح؟ مفيش حاجة، مفيش حاجة. طب ما تستنى اما انزل معاك. انا خارج. ده ميعاد الغدا قرب. عندي شغل. كنت جاي اقول للعزيز على حاجة مهمة. لقيت حضرته نايم. ما هو عيان يا احمد. عيان. احنا مش هنتغدى الساعة بقت 3:15. اتغدوا انتوا، انا هستنى باباك يا نادية. يا جماعة ده أنا عيان ونازل عشان خاطركم. أنا عارفة أتأخر كده ليه، عمره ما عملها. أهو جه. يا عبد هات الغدا. أنا اتغديت بره. خير يا أحمد؟ صفية قالت لي إنك عاوزني. لحقت تقول لك؟ هي وراها إيه غير إنها تلحق تصحيني وتلحق تقول لي وتلحق تغديني؟ خلاص صفية عملت البيت أشلاء كل حاجة بالدقيقة والثانية. كنت عايز اوريك حساب بنك التسليف، لكن انت مش فاضي للحاجات دي دلوقتي. بركه فيك يا اخويا، خلي التسليف ليا والبنك عليك. طبعا البركه فيك. انا اللي اشوف العزبه، وانا اللي حاسب البنك، وانا اللي حاسب لك الضرايب، وانا اللي اتجوز لك واحده علشان تصحيك من النوم. انت اتجوزتني عشان اصحي عزيز من النوم يا احمد؟ لا مش قصدي. ثم اني ما اسمحلكش انك تقول عني واحده. انا اسف. معلش يا صفيه. كل حاجه هتروح لحلها باذن الله. مريح. مالك؟ في حاجة أقدر أعملها؟ أنت طول عمرك بتعرف تعمل حاجة. طب ما أنت اللي عايز كده. على العموم سيبونا من الموضوع ده دلوقتي. إحنا الليلة دي معزومين في بيت عمي. تحب نروح ولا أعتذر لهم من دلوقتي؟ وما نروحش ليه؟ وجرى حاجة؟ بس بسأل. اسمح لي يا بابا أعتذر، أنا تعبانة ومش هقدر أروح. زي ما أنت عايز يا نادية. وأنت عزيز. تيجي معانا ولا؟ انت بتعزمني ولا بتطردني؟ لا بس طول عمرك ما بتحبش العزايم دي، لكن دلوقت بتحبها قوي. البركه في صفيه خلتنا احب كل حاجه حتى الحاجات البايخه.